بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الحقيقة يستحقون التحية. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم النهاردة الحلقة 895 من ملك وكتابة، حلقة أو لقاء الاثنين جاي في توقيت الأهلي مقدم على مرحلة مهمة جدا، لكن أيضا نسور الأهلي في الصلاة يواصلون التهام البطولات، وهذه هي الحقيقة. طبعا في دلوقتي يقال ان في تكريم لسه ما جالناش اخباره الكاملة واحنا على الهوا، لكن انا مش دول اللي يستحقون التحية. الذين يستحقون التحية حقيقة الناس اللي قدرت توصل لفلسفة في حياتها. يا استاذ ابراهيم، لا انا بقى ايه، اعمل اللي انت عايزه بس انا احسن، يعني اللي اكسبه انا يبقى اهم حاجه في الدنيا، اللي تكسبه انت فركش، مش مهم الحقيقه فين، بس انا مريح نفسي كده. فلسفه رائعه للحياه. انت بتكسب بطولاتك حرام، بس انا بطولاتي حلال. الله، ايه ده، ارتحنا كده. انت بتكسب، بقرا النقاد كبار، ناس بحترم رأيها، بيقارنوا بين مازيمبي ودريمز. ما تفرح بفرقتك اللي عملت إنجاز طيب بره أرضها، إنجاز يستحق الفرح. لكن إيه فكرة إنك تقول دي أحسن من دي؟ يعني إيه فكرة إن الكونفدرالية أحسن من إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه كل حاجة تلعبها ضد أي منطق؟ لا، إن أنا بس هل مثل هذا الشطط يستحق الاهتمام؟ ولا دعوة لأن الحقيقة فلسفة جميلة. أنت عارف إن أنت لما تضحك على نفسك وتروح تنام، ها؟ بتنام مرتاح جدا يا أستاذ إبراهيم. ما بتعذبش نفسك، بس هو بقى عيبها إنها كالمخدر. تخدرك عن الحقيقة، فما تتداركش إزاي إنك أنت تعمل إنجازات بقى فيها تنافسية عالية. أنا بتكلم في المطلق، أنا بتكلم في الدماغ اللي بتوصل. كان ليه واحد صاحبي يعني عنده الفلسفة دي، كان عنده عربية قديمة جدا، فنقول له ما تغيرها، يقول لك أنت اتجننت، أنت مش شايف التابلو عامل إزاي والدركسيون عامل إزاي. وكان مستمتع جدا بفكرة إن حاجته أحسن حاجة في الدنيا، وكنت بحسده على الرضا ده. ما هو ده نوع من الرضا على فكرة، بس ده ما بيخليش الحقائق تترجم على أرض الواقع أمام الناس. أنا بتكلم إن ده بتريحك، لكن هل بتريحك عشان هي دي الحقيقة؟ هو ده النقطة. ده كلام مهم جدا، لكن خلونا نستعرض أبرز عناوين الحلقة. عفوا، هذا لقاء الكبار، الصغار يمتنعون. يا إلهي إنه لا يشبع. تكريم مستحق لأبطال العلامة الكاملة. وأخيرا لا يلدغ الأهلي من هذا الجحر مرتين. ده مضمون حلقة النهاردة، بس خلينا في البداية نطمنكم على الفرقة. النهاردة الأهلي واصل تدريباته استعدادا للمباراة المهمة مع الإسماعيلي مساء الأربعاء إن شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. يمكن أديكم شايفين جانب من المران، والحقيقة من المرات القليلة هذا الموسم والحمد لله إن الفريق يبقى مكتمل بالكامل بعد انضمام ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأليو ديانج. أصبحت الفرقة كاملة بكل عناصرها، وأعتقد مارسيل كولر يتنفس الصعداء. يتنفس لأنه هيقدر، هو طبعا هي كاملة من ناحية الإصابات، لكن من ناحية الجاهزية طبعا مش هيبقى في تفاوت. لسه اللي راجعين من الاصابه محتاجين بعض الوقت، لكن هيقدر يحط برنامج انه يؤهل لعيبه مهمه جدا للتحديات القادمه. انت قلت احنا رجعنا للملف المحلي، واصبح اهتمام الناس بالملف المحلي في حرك شديد، لان في اربع ماتشات بتكسب ماتش وتتعادل ماتش وتخسر ماتشين، يعني شيء مش طبيعي يعني.
له أسباب. النهاردة يقدر عنده المرونة وعنده ويقدر يبني برامج وخطط يتدارك بها هذا الأمر. نرجو أن تكون البداية العودة بداية موفقة أمام النادي الإسماعيلي، والإسماعيلي يعيش حالة من الاستفاقة الفنية. مؤكد مش الإسماعيلي بتاع اليومين دول، هو بتاع أول السنة. ودائما هو فريق كبير لازم يتعمل له حساب يعني. أي. لكن جالي تليفون برضو، وده أنا بنقله على الهواء لمن يهمه الأمر إذا كان هذه حقيقة يتحرى عنها، من حد من العرب الأهلاوية الجمال في العمرية. في العمرية. قالوا لي إن الكوبري بعد البوابة في أعمال بتؤدي إلى إن الرايح والجاي على حارة واحدة، فهيبقى زحمة جدا. وهم عايزين يتواصلوا مع حد في إدارة النادي يقولوا له في طريق تاني ممكن يسلكوه يهربوا من الزحمة دي، يعني حريصين على راحة الفريق. شكرتهم، قلت لهم تواصلوا مع إدارة النادي. أنا بتكلم لهذه الدرجة، الناس مهتمية وعارفة أهمية المباراة يا أستاذ إبراهيم. طيب، تفاصيل تمرين الأهلي واكتمال الصفوف معنا من ملعب التتش الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي. مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وياريت تحطنا في الصورة من تفاصيل التمرين. كل التحية والتقدير ليك أستاذ إبراهيم، باشمهندس عادل القيعي، كل جمهور النادي الأهلي العظيم. الحقيقة يمكن النهاردة زي ما قلنا يعني يوم بالنسبة لفريق النادي الأهلي يوم عظيم، بالنسبة لجمهور النادي الأهلي كان يوم عظيم، لأن زي ما بنقول اكتمال صفوف فريق النادي الأهلي وعودة المصابين ده أمر مهم جدا. خلاص زي ما النادي الأهلي عودنا والجهاز الفني، الفرحة انتهت، تم غلق صفحة الملف الأفريقي تماما، وقلنا يمكن اللي بيميز النادي الأهلي والجهاز الفني هو الفصل بين البطولات، أمر مهم جدا. الرغبة متجددة، الدافع موجود، الروح موجودة، لكن لابد تكون بكامل تركيزك في بطولة الدوري العام. عندنا عدد كبير من المباريات في وقت قليل، محتاجين نجمع نقاط بشكل كبير. ده كان حديث مستر كولر النهارده مع فريق النادي الأهلي قبل انطلاق الميران اللي النهارده كان في تمام الساعة 6. لكن زي ما بقول لك النهارده الحقيقة شهد التدريب بعودة مروان وديانج بكل قوة في جرعة تدريبية كاملة النهارده. نضيف عليهم كمان ياسر إبراهيم، النهارده زي ما بنقول مشهد مميز، كل اللعيبة الحمد لله رب العالمين. من فترة كبيرة كان عندنا عدد كبير من الإصابات، لكن الحمد لله مجهود كبير جدا بذل من الجهاز الطبي، دكتور احمد جاب الله، كل الحقيقه الجهاز الطبي بذل بشكل كبير عشان يتم تاهيل اللاعبين في هذه المرحله الدقيقه جدا، لان احنا محتاجين كل لعيب في صفوف النادي الاهلي خلال هذه المرحله، سواء في بطوله الدوري العام او طبعا التحضيرات اللي لها حسابات خاصه بشكل كبير جدا في مباراه النهائي امام الترجي التونسي. النهارده تدريب يعني استغرق اكثر من 60 70 دقيقه، النهارده كان فيهم شغل بدني، فيهم شغل تكتيك، فيها تقسيمه النهارده كانت مميزه. وسام ابو علي كمان يمكن الناس اتكلمت وقالت عنده كدمه في الكتف، ممكن ما يشاركش في التدريب، ممكن يكون خارج القائمه بالنسبه لمباراه الاسماعيلي. بناكد على وسام، الحقيقه ظهر بشكل طيب جدا، هو عنده من الفدائيه والروح الكبيره ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في هذه المرحله المهمه. فالحمد لله يا باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، الامور مطمئنه جدا لفريق النادي الاهلي. الحمد لله تدريب النهارده عدى بسلام، يتبقى تمرين وحيد غدا ان شاء الله باذن الله قبل التوجه الى برج العرب استعدادا لمباراه الاهلي والاسماعيلي. الشناوي شارك في التمرين، في تمرين الحراس بشكل اساسي. بالتاكيد يا استاذ ابراهيم، يمكن الشناوي كمان يعني مش هنقول معلومه جديده، الشناوي كان مشارك في الجرعه التدريبيه الكامله قبل مباراه مازيمبي، لكن زي ما بنقول الجهاز الطبي بيتالم بشكل كبير جدا في الدفع بقيمه كبيره زي الشناوي، لان المرحله مهمه جدا، محتاجين الشناوي يكون متواجد بكل قوته، جاهز بدنيا، جاهز فنيا. الحقيقه الشناوي اشتغل على نفسه بشكل كبير خلال المرحله الماضيه من التدريبات، تم تطبيق البرنامج التاهيلي بدقه كبيره جدا. ان شاء الله باذن الله نشوف الشناوي في المباريات القادمه، مش عايزين ناكد انه يكون متواجد في مباراه الاسماعيلي او في القائمه، على قد ما احنا ان شاء الله باذن الله منتظرينه قبل مباراه النهائي يشارك في اي اجزاء من المباريات. وزي ما بنقول المباراه النهائيه لا حديث ولا ترتيبات كثيره جدا ان شاء الله. كريم نيدفيد انضم برضه لقائمه الفريق كامله، مش كده؟ اه الحمد لله كله موجود النهارده. بقول لك الشكل العام النهارده يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي شيء مميز ومبهج وبيسعد كل جمهور النادي الاهلي. سكواد متواجد بالكامل، الكل بيشارك تدريبات الكره، عشان كده نقول بس يعني لعيبتنا تحافظ على بعضها، الكل عايز يبقى ليه دور، الكل في حماس كبير، كله عايز يكون متواجد في ال 11 اللي هيشاركوا في اي مباراه. لكن النهارده الحمد لله طمانينه كبيره جدا، يا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبتنا، وان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي تكون انطلاقه جديده لكل لعيبه النادي الاهلي للمزيد بقى من النقاط، وايضا كمان اسعاد كل جمهور النادي الاهلي تحديدا في مباراه بطوله الدوري العام. الحمد لله، وباذن الله يعني الفتره الجايه نشوف صوره مختلفه للعوده المحليه عن الفتره الماضيه باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس.
باشمهندس كلنا ثقه كبيره جدا في كل اللاعبين وفي الجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده في بطوله الدوري العام وتحديدا من مباراه الاسماعيلي. التمرين بكره في نفس الميعاد ولا بدري شويه؟ يمكن عشان في طبعا سفر ومعسكر الى الاسكندريه، يمكن مستر كولر بدر التدريب شويه، يعني التجمع يكون الساعه 3-4 ينطلق المران، ومن بعدها مباشره كالعاده حفله النادي الاهلي تتوجه الى فندق الاقامه القريب من استاد برج العرب في الاسكندريه. ان شاء الله باذن الله لعبتنا توصل بالسلامه غدا وتؤدي تدريب قوي غدا ان شاء الله، وايضا كمان مستر كولر يكون وقف على التشكيل والشكل العام، لان هو الروتيشن مهم جدا، هنشوف عدد من اللعيبه ممكن ما بتشاركش، ده امر مهم نظرا لضغط المباراه الكبير، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الانطلاقه من مباراه الاسماعيلي ان شاء الله. يا كريم شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. اعتقد طمنكم على حاله الفريق بالكامل، وممكن تكون من المرات القليله السنه دي اللي بيكتمل فيها الفريق بالكامل، ما شاء الله كل العناصر رجعت وكل العناصر بتشارك في التمرين. لما قلت لك رايي هي رجعت كحاله صحيه، لكن ما رجعتش كحاله فنيه بدنيه. لازم والفوارق دي ساعات بتبقى مطلوبه عشان اللي يهبط التاني يكون جاهز في جاهزيته. انا اتمنى ان الروتيشن يمشي بشكل واقعي وعلمي يستوعبه اللعيبه قبل المدير الفني. طيب كويس قوي، لان الحته دي مهمه قوي، اللعيبه قبل المدير الفني. طبعا كثره عدد الجاهزين زي ما بتريح المدرب، زي ما بتخلي كل لعيب نفسه هو اللي يلعب، فتبدو حالة الامتعاض شوية. أولا هي ظاهرة، لأنه أعتقد اللي حصل بين محمد صلاح ويرجون كلوب إدى ومضة كده، أنه دايما اللعيب عايز يشارك في أي حالة والمدرب عنده وجهة نظر. ويمكن لو هستعرض لك ردات فعل عالمية كبيرة على اللي حصل بين صلاح ويرجون كلوب، الصحف العالمية كلها اهتمت بالكلاش اللي حصل، ويمكن حتى التلجراف البريطانية قالت لك صلاح الغاضب يشتبك مع كلوب، والأوبزيرفر الإنجليزية قالت انتهت المنافسة وحان الرحيل، والديلي ميل نفس الحكاية بيتر إند اللي هي النهاية المريرة بين الاتنين، والميرور أيضا ركزت على قالت لك ده تشاجر واشتباك، وإكسبريس سبورت قالت إنه كل شيء أوشك على النهاية، وصن سبورت قالت لك الفلامينج هيل اللي هو الجحيم المشتعل. لهذا الحد كانت الأزمة بين لاعب يرغب دايما في التواجد ومدرب يفرض رأيه. الموضوع ده مهم جدا، لأنه هيخلينا نناقش قضية مهمة جدا 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 جدا، وهي الحدود. الحدود ما لهاش دعوة بالنجومية، الحدود ما ليها دعوة بالصح، ليها دعوة بالعمل الجماعي، ليها دعوة هو القرار عند مين؟ ليها دعوة امتى نعيش كلنا الحلم كفريق مش كأفراد. اي ودايما لما تبتدي الظاهرة دي تحصل بتفسر لك ال 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 الدروب اللي حصل في الربع الأخير من الدوري، وخروج ليفربول من السباق المحلي والدولي، يعني وحتى ما بيكسبش لا بره ولا جوه. بتفسر لك ان في حاجه جوه كانت في وسط الفريق مش صح. ربما تكون دي دفعت يورجن كلوب يقول تصريح غير محترف بالمره. اراه زود الازمه، ان يقول لك ده الموسم الاخير ليا. وهنا اناقش، هو احنا ما بنحسمش لماذا لا نحسن فكره انهاء العلاقه بشكل محترم ورائع؟ يعني انت على مسير الست سبع سنين مع فريق ليفربول تحقق احلام فاقت احلام الجماهير. صلاح جالك حقق ما لم يتوقعه احد اطلاقا على مستوى العالم. صلاح تفوق على نفسه، تفوق على منافسيه، كسر معظم الارقام القياسيه، اصبح معشوق الجماهير. تذكر لما جاله العرض انه يروح ويسيب ليفربول، وانا قلت لك رايي حتى ايام ما كان بيقول لك هيروح ريال مدريد،
قلت لك رأيي الله يترك ليفربول. ليه؟ لأن في مناخ معين، في كيمياء معينة، في علاقة معينة، في أسلوب في التعامل بيخلي طالما أنا مرتاح في مكان ما غيروش، خاصة لو كنت بحصل على القيم المالية العالية، مش ضروري أعلى حاجة بس أنا بحصل على قيم مالية يعني قياسية. يعني الإنسان ساعات يقول لك طب ربنا يدي كل، بس في ليميت، لما تزيد عنه ما بقتش فرقة. الفلوس كل ما تزيد بقى بعدين ما بتبقاش فرقة. أي يبقى اللي فارق إيه؟ تلاقي راحتك، تلاقي أحلامك، تلاقي احترامك، تلاقي الحب مع الوسط اللي أنت عايشه. وهو كان عايش بالشعرة الدقيقة دي مع الجماهير الإنجليزية، وكنا بنقول إنه نضجه مع اللايف كوتش بتاعه ومدير أعماله، عارفين يديروا له المشهد. أحيانا كنا بنزعل منه بس كنا بنعذره، نقول إنه في المناخ اللي هو عايشه لازم نحترم ظروفه. إلى أن فجأة من حوالي شهر ينهار كل شيء. هذا الوداع يا أستاذ إبراهيم فيه خسائر فادحة لصلاح والكلوب والمدرب. خسائر فادحة في ترك ليفربول ولا لا لا لا، ترك ليفربول كان حتمي. وفي أنباء النهاردة بعد الظهر إنه صلاح هيجدد لليفربول. إذا يورجن كلوب ماشي، إذا جدد يبقى كان ينبغي عليه أكتر إنه هو معودنا إنه يتماسك، عمره ما فقد أعصابه، وحتى بعد وهو خارج له تصريح نسب إليه الله أعلم حقيقته، أنا حولع الدنيا، لو اتكلمت حولع الدنيا. في إشارة إن في أخطاء يستطيع أن يتحدث عنها، لا 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 لا، لا أنا مش معاه ولا مع أي حد في أي فريق يلوح بهذه الأمور. أنت لازم تحترم علاقتك بفريقك، وتعمل حساب السنين اللي فاتت، وتعمل حساب إن الراجل ده كان جزء من نجاحك، هام جدا وإدالك الفرص وطورك وطور معاك، حتى لو اختلفتوا بعد كده لازم تعمل حساب إن في جمهور كان أظن يا رب ما تكونش مؤثرة قوي على علاقته بالجماهير، وإلا أنت هتجدد ليه وتعيش حالة من ال... أنت تذكر إن كابتن حسام غالي إيه أزمته؟ ده كان لعيب الناس متوقعة له في الدوري الإنجليزي إنه يبقى لعيب مهم جدا وبطعم مهم جدا، لأنه كان لعيب كورة فوتبولر، اصطدم مع مارتن يول ورمى الفانيلا. لا ما اصطدمش، هو رمى الفانيلا، هو زعلان إنه اتغير. يعني إيه؟ يعني أنا زعلان إنه اتغير؟ ما الشغل مش بتاعي في الآخر، أنا ماضي عقد معاك عشان أؤدي عمل، باخد راتبي، باخد حقي، بلعب حتى لو ما لعبتش. أنت متعاقد معايا عشان أبقى في منظومة تساعدها في هدف، ليس بالضرورة أن تكون الترس الكبير المؤثر مهما كان حجم. أنا هقول لك حاجة، إبراموفيتش عارف اللعيب ده لو هو شخصيته مش سخنة وبتاع أزمات يصنف إنه أحسن لاعب في العالم، مهارة وقوة صحيح مكتمل وإرادة وعناد، وكان ناجح جدا في كل حتة، لكن كان عصبي، كان لا يمتلك زمام نفسه، فما قدرش يعمر في مكان. بتفرق جدا جدا جدا، وهنا بنقول اللعيب ده محترف ولا مش محترف. المحترف اللي مش سايب عواطفه تحركه، اللي شاف الصح والغلط والمصلحة، مش مصلحته هو بس، مصلحة الفريق، مصلحة النادي، مصلحة الجماهير. ولذلك أنا نصيحتي لكل الناس بقى، لا مش من حق حد أن يمتعض عشان يتغير أو ما اشتركش أو يبين، حتى لو امتعض افرض هنعتبر أن ده جزء بشري نزعل، لكن أنك تكون حريص أن الناس يشوفك وانت زعلان وغاضب بتظهر هذا الغضب فيما يشبه الاعتراض المباشر على قرارات. اولا انت مش بس بتختلف مع مدربك، ده انت بتاثر على علاقتك بزمايلك،
طب ما زمايلك قاعدين لك احتياطي. طب ما زميلك اللي نزل ده عايز فرصه. وكان قاعد. ولا يقل عنك. لا يقل. وانت بسم الله ما شاء الله عملت وعملت وعملت وسوف تكرم. ليه ما بناخدش بالنا واحنا في امطارنا الاخيره ان نراعي دي؟ لان لو دامت لغيرك ما وصلت لك. ايوه. انت ايضا خدت فرص على حساب ناس نجوم كبار مصنفين. وهكذا الحياه. يبقى الناصح اللي فكر في بكره واللي فكر في انه يسيب هذه الحماميه وهذه الثقه، خصوصا لما يكون مشواره كله ناصح على البياض. يعني لما في ترابل ميكر او في راجل معتاد على المشاكل انت مستنيها منه، وده بعد ما بيبطل ناس كتير ما بتفكرش فيه. انما الناس اللي دخلت قلوبنا كلها قلوب الجماهير على مستوى العالم هي الناس اللي بتتمتع بهذا القدر من الدفء والاحترام للغير وللزماله والجماعيه والاخلاص للهدف. انا اخلاصي مش مرتبط بشرط، حبي للمكان او لزمايلي مش مرتبط بشرط. زمايلي بيفرحوا لي لما بجيب جون وانا راجع علشان انا بفرح لهم بنفس القدر. الغضب ده بيبين ان في ساعات حاجه انا بتكلم بشكل مطلق، ما اقصدش عشان مش عايزين نترجم على حالات، لان انا متاكد فيما يتعلق بالنادي الاهلي ان اول ناس بتحاسب نفسها لعيبه النادي الاهلي. وانا متاكد ان اكتر ناس اعتذرت وحست اللي عمل حاجه وكان شايف ان ما كانش ليها لازمه. انا بتكلم حتى للناشئين اكتر يا استاذ ابراهيم. بتكلم انت واللعيب الدولي اللي حاسس انه يستحق الانضمام. اما بيسالوه بيقول لهم والله اتمنى الخير انا كنت نفسي العب منتخب مصر، اتمنى الخير لزمايلي. هي دي العلاقه عشان يتمنوا لي الخير. انا بتكلم في الكوره بمناسبه محمد صلاح. انت جبت نموذج هايل ان لعيب بهذا الحجم مره واحده يغضب مره واحده، بس حصلت في لقطه في نهايه مشوار مدربه فبقت منشطه، وفي نهايه مشوار ناس فسرت انه يمكن صلاح عايز يمشي. انت بتقول هيجدد، انباء النهارده ان هو في اتجاه للتجديد. انما هو صلاح قادر على اصلاح اموره وعلاج هذه لعيب محترف ومعاه ناس بتدير صح. وانا اتمنى من كل اللعيبه على كل الاصعده انها عشان تستمتع بالكوره وتمتعنا معاها، ان احنا يعني الكلام ده طبيعي وبيحصل وهيحصل، ومش النهارده، ده النهارده وامبارح وبكره وبعد بكره. طبيعه كره القدم كده. طيب، مع طبيعه كره القدم ومع اكتمال صفوف الاهلي ودخوله مرحله المنحنيات الصعبه او المطبات الصعبه، ربنا يشفي كابتننا الكبير الكابتن ميمي الشربيني، مرحله المطبات الصعبه اللي الاهلي داخل عليها، لا يلدغ الاهلي من هذا الجحر مرتين. مع ضغطة المباريات وكثرة عدد المؤجلات للأهلي، التأجيلات المنطقية، إن كل اللي كانوا بيتكلموا على إن الأهلي بيتأجل له، لما الزمالك تأهل إلى الدور النهائي للكونفدرالية اتأجلت له المباريات المتعارضة مع مواعيد الكونفدرالية، فأصبح للزمالك مباراتين مؤجلتين، والأهلي أيضا عنده مؤجلاته نتيجة كل المشاركات الكبيرة السنة دي اللي شارك فيها في مختلف البطولات. فأصبح الأهلي قبل ما يخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال عليه أداء أربع مباريات، فكلهم أصعب من بعض، مع فرق بتطمح في مركز متقدم وفرق بتكافح من أجل البقاء، دوافع قوية جدا في المباريات الأربع. ثم يدخل الأهلي على السفر إلى تونس للقاء الترجي، ويجي الترجي للقاء هنا. متخيلين انه في ال 25 يوم دول فقط، من 1 مايو ل 25 مايو، الاهلي هيأدي ست مباريات منهم ذهاب وعوده في نهائي دوري الابطال. انا ليه بقول لكم لا يجب ان يلدغ الاهلي من هذا الجحر مرتين؟ لانه في سنوات سابقه وفتره مستر بيتسو موسيماني الاهلي عانى كتير قوي بسبب ضغطة المؤجلات واجهاد اللاعبين وانهاكهم، فبتكون النتيجة فقدان النقاط، توتر الجماهير، ضياع البطولة.
اعتقد كلكم فاكرين السيناريو الثقيل اللي حصل. كيف لا يلدغ الاهلي من هذا الجحر مرتين؟ بشرة خير ان النهارده وانت مقدم على مباراه الاسماعيلي ان صفوفك مكتمله، ففي قطع غيار كامله وكافيه ورائعه لدى المدير الفني مستر مارسيل كولر، اللي هو كمان خد من الخبره ما يكفي في التعامل مع هذا الظرف الصعب. الاهلي يا باشمهندس هيبقى عنده الاسماعيلي يوم الاربع، ثم الجونه يوم 4 مايو، ثم الاتحاد السكندري 7 مايو، ثم البلديه في المحله 11 مايو، من 1 ل 11 لاربع مباريات، وبعد كده يوم 15 المباراه الاولى، ويوم 28 المباراه الثانيه. يعني في 12 يوم اربع مباريات. في 11 يوم او اقل، من 1 ل 11. من 1 ل 11 12 يوم. لا من 1 ل 11. عد كده على صوابعك. ماشي. في 18 و25، العوده طبعا الذهاب 18 والثانيه 25. يعني 12 بعدين 18. 11 18. طيب يعني في يعني هو بقى دي مشكله طبعا. ومشكله بتدفع ثمنها. ما هو انت السنه دي اتزقت لك بطولات ما كان يعني ما كنتش متوقعها وما كانش ممكن تعتذر عنها. زي بطوله السوبر دي. ايوه. فجت زحمت الدنيا اكتر مما هي زحمة، ولذلك اصبح هناك ضروره يا جماعه في تعديل نظام المسابقات اذا كنتوا عايزين تديروا كره قدم. بالمناسبه الاستاذ احمد المحمودي من النقاد اللي انا بحبهم وبحترمهم وبحب اتابعهم واسمع رايهم، لان الراجل المحمودي محمد المحمودي. ليه بقى؟ هو راجل بيحاول يكون موضوعي وبيروح باسلوب مهني كده يتمحص ويتفحص ويناقش القضايا. فكنت بتفرج عليه مع الاستاذ محمد عماره، راجل محلل الاداء مش اللاعب. لا مش اللاعب. هو بيسرح شعره عشان بطريقه مميزه. ايوه. فكان في موضوع بيناقشوه، هو ليه الانديه، ازاي الانديه ما بتلعبش ماتشات وديه وتجيب فرق زي زمان وتسافر وتحتك وتعمل دورات وديه ودوليه وده هيفيدها على المستوى الفني وهيفيدها على المستوى المادي. هل ده موضوع بديهي ولا مش بديهي؟ بديهي. بديهي جدا. فكان الحوار وكانه نصيحه نتيجه تقصير الانديه خاصة الأهلي والزمالك إنه ما بيعملوش كده. ليه ما بيعملوش كده؟ وكان من ضمن الكلام إحنا كنا بنعمل كده زمان، ده حقيقي. ده حقيقي. أنا لو عندي تليفون الأستاذ محمد محمودي كنت حريص إن أنا أتحاور معاه. هم بس أغفلوا نقطة وخصوصا عمارة. لأن يعني هو محمد بيسأل وعمارة بيجيب. فعمارة ما قدرش يفطن الى حقيقة بسيطة جدا 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 اللي احنا بنناقشه. هذا الجحر. هو احنا عندنا وقت نتمرن مش نلعب ماتشات ودية؟ انتوا عارفين يا جماعة حجم العروض اللي بتجيلنا عشان الاهلي يطلع يلعب بره، وبمبالغ محترمة جدا. انا لو العب بس بره ماتش في الشهر هغطي تكاليف الفرقه بالكامل. لكن لا املك هذا. تاني، هو احنا ليه مش عاملين فريق امل بيلف المحافظات ويلعب وننتقي من الاحتياطي حتى الناشئين ابرز العناصر اللي لعبوا؟ منطقي، سؤال منطقي يا استاذ ابراهيم. لنفس السبب، انت كان زمان بتروح تلعب في المناسبات، عيد العيد القومي للمحافظة كذا، كنت تروح بالفريق ده. هو أصل اللي ينظر الأمر يبدو أننا في عصر الرواية كنا بنمارس الاحتراف أكثر من دلوقتي. يعني فكرة أنك أنت تعمل البديهيات دي أنت لا تملكها، هذا الطرف غير متاح للأندية. وانا يعني كنت اتمنى انهم هيفتحوا هذا الملف
ويناقشوه سموه مفتوح في دائرة، لأنها قضية هامة جدا مستعدين نناقشها في جميع الشاشات. احنا كيف نتيح وقت لراحة اللاعبين، للاحتكاك الودي والدولي، لاكتشاف العناصر. يعني ضمن الكلام اللي قالوه وبديهي، ما تم تعمل الماتشات دي هتقدر تجرب وتكتشف لعيبة وتدي لهم خبرات حقيقي. بس ازاي؟ امتى؟ يعني قالوا الزمالك راجعين اهو من افريقيا، قول لي بقى لحد ما يجي يلعبوا ماتشاتهم بعدين يروحوا المنتخب، امتى؟ امتى؟ ومين الفرقه اللي لما تيجي تختار من الاهلي 10 لعيب ولا 11 لعيب هتلعب، يعني هتبقى حريصه قوي انك انت تروح تلعب ماتشات وديه؟ انت هتخلص فاينل الترجي 25 في نفس الليله معسكر المنتخب. عايز ارجع بقى الحته دي. يعني برضو في بديهيات بتتقال وكأنه حق يراد به أمور أخرى. مصلحة المنتخب أهم. لما المنتخب يبقى عنده ماتش ودي، لا ما يطلعش اللعيبة عشان يريحها عشان ناديها عنده التزام بعدها بيومين. ورغم وضوح القضية إن اللي عنده رسمي واللي عنده ودي عنده التنوع وعنده المساحة إنه يجرب وجوه جديدة في الودي. وقلنا ساعتها وإذا كان هذا حق سيستخدمه المنتخب القومي بهذه الصرامة في الأجندة الدولية، هيدي أو يفتح الباب للأندية تستخدم حقها، خد لعيبتي طبقا للأجندة الدولية. طب هو دلوقتي أنت كل تجمع مطلوب اسبوع بدري، ادي عبء جديد مش معمول على حساب ال بيأجل لك ماتشات، بيحط عليك مؤجلات ولك، وكأن الانديه دي مش بتصرف، مش هي اللي بتقدم للعيبه، مش بتحرق لعيبتها، وكأن الانديه دي ملهاش مصالح انها تلعب وتحط برامج علميه للتدريب وبرامج علميه للاحتكاك، وكل ما تطلع توقفها، كل ما تطلع توقفها. مش الاهلي بس، الاهلي بيلعب انديه تانية، بس الانديه التانية بتعمل ايه؟ بترتاح وتيجي في ماتش كده تكون مرتاحه، ها تلعبك وانت خلاص بقى منهك جدا. كل دي مسائل قضايا محتاجه الناس تناقشها بموضوعيه ويتفتح لها مجال مع المسؤولين ومع ادارات الانديه والنقاد اللي عايزين يناقشوا قضايا، مش اللي عايزين يخشوا في عملية التحفيل والإفيهات والترند. لأن القضايا ملاش دعوة بالترند وملاش دعوة بالتحفيل، يعني دي قضايا الكرة المصرية مصلحتها فين؟ بالطريقة دي احنا كل مادة بنعمق أزمتنا وبنرهق لعبتنا، كل مادة بنحرق اللعيبة دي. لحد دلوقتي محدش مادد ايده وعالج، وسايب يقول لك ما هو انا انت حتى لو اديتني 50 لعيب، ما هي هو ال 50 لعيب دول لما يلعبوا مش عبء عليا ومصاريف عليا؟ هو انت فاكر؟ لا انا مش مساله كام لعيب. اولا انت تقدر تفتح القوائم زي اوروبا، ثانيا اذا كنت بقى هتقول للدوليين، طب ما هو الدوليين مش بس لعيبه اللعيبه المحليين، ده الانديه الكبيره اللي بتنافس في افريقيا مطالبه انها تجيب لعيبه دوليين اجانب زي الاهلي والزمالك وبيراميد والمصري دلوقتي بيعمل كده، كله عنده اجانب، اللي عنده قدره ماليه عايز اجانب ويحاولوا يجيبوهم دوليين. وكره تستفيد تجيب لعيب دولي، بس في نفس الوقت مع التوقفات انت خليني في الاهلي اللي اعرف ظروفه، تاخد مني 7-8 و4 دوليين او 5 اجانب، هيمرن مين؟ هيمرن نقيين او المتعورين او مش عارف ايه؟ يرجع الفرقه، طب هيريح مين ويقعد مين ويلجا لمين؟ وهكذا ديلما يا استاذ ابراهيم، ولا احد يريد ان يناقش هذا الامر بشكل موضوعي وعلمي. طيب حتى لا يلدغ الاهلي من جحر مرتين، علشان ما تتكررش
أزمة المؤجلات وضياع النقاط اللي فيها. شيل كويس انه مستر كولر عنده المره دي عدد كبير من اللعيبه. المؤكد انه هيعمل تدوير فيما بينهم. هذا التدوير ربما يسفر عن شيء من التجانس اللي اقل شويه من العناصر الاساسيه. هذه نقطه مهمه. ده هيحتاج ايه؟ هيحتاج كل العناصر اللي هتشارك يكون مجهودها زياده وتركيزها اعلى. علشان تقدر تحجز مكان ليها في الفرقه وتساعد الفريق على انه يعدي ماتشات. بقول لكم الاربعه كلهم ليهم دوافع. الاسماعيلي بيسعى جاهدا لتامين موقفه، الاتحاد السكندري بيدافع عن حقه في انه يحتل مركز متقدم، الجونه والبلديه بيكافح الاثنين من اجل البقاء. فعندك دوافع قويه جدا لفرق زي ما المهندس عادل اشار، هي مريحه واخده نفسها زياده قوي ومتمرنه متمرنين على الهادي قوي، وحالتهم البدنيه احسن بكتير من الضغط اللي انت فيه. فالامل انه رقم واحد الفريق يلقى دعم من الجمهور بدرجه قويه، وهنتكلم على تاثير هذا اللاعب المهم جدا في المباراه الاخيره للاهلي مع مازيمبي. وثانيا انه ان شاء الله تعالى مستر كولر يوفق في اختيار العناصر الانسب في التجانس مع بعضها للفتره الصعبه. لكن الدور المهم جدا عند اللعيبه اللي هيقع عليه الدور ويشارك، يبذل من المجهود والتركيز ما يكفي عشان نعدي هذه المرحله، لانه السابق لازم نتعلم من هذه التجارب. كان بيبقى التجانس اقل، الجماعيه بتقل، النتائج والنقط بتضيع وبيحدث التوتر. اربع مباريات في ثلاثه ب 12 نقطه، اعتقد ده الحصاد المامول للاهلي في ال 11 يوم دول قبل ما يخش بعد كده على النهائي الافريقي. يعني عايز اناقش في حاجة مهمة جدا. وهي الحضور الجماهيري. مش الحضور بقى، الدور بتاع الجماهير. لأن الجماهير، أنت فاكر آخر حلقة كانت ليلة المباراة. كان كل الهاجس بتاعنا إن جماهيرنا لأ. من فضلكم ارجعوا. من فضلكم احضروا. واحضروا كما عهدناكم. بسم الله ما شاء الله. يعني مش بس يعني حققوا لنا التوقع، لا، ما فاق التوقع. سواء بكثافة الحضور أو بأسلوب التشجيع. أي يا جماعة، إذا استمرينا على هذا في كل الألعاب بقى، إذا استمرينا على هذا الدعم يبقى جمهور ضحي ما فعلا، قولا فعلا فعلا. ومش عايزين نتعامل مع الأهلي وكأننا بنصفي حسابات مع بعض. دي مش عجباني يبقى الاهلي مش عارف ايه. اصل الاهلي ده مش، يعني ما اقولش ده الاهلي او ده الاهلي، الاهلي ده حاجه كلنا ملمومين عليها. ايوه، بعضنا في موقع اداري، بعضنا في موقف لاعب، بعضنا في موقف فني، بعضنا في موقف الجماهير، بعضنا في موقف الاعلام. محدش يحط نفسه في نديه مع هذا الكيان، لكن كلنا لازم نشتغل عشان نخدمه. هنزعل من بعض، هنتضايق من بعض، ممكن نتضايق على غير يعني سبب، لانه الحقيقه مش عندنا كلنا. انما على الاقل لما نزعل من بعض ما نخليش الاهلي يدفع الثمن، لما نعاتب بعض ما نخليش الاهلي يدفع الثمن. وانا لما بقول الاهلي بقول الكيان. يعني مساله الحضور الجماهيري والارتباط بالأهلي والالتفاع في حوله، ده ليست مسألة اختيارية أو طرف. هذا قدر. أن أكون أهلاوي، أتمتع بهذا الكيان فأرتبط به وأخلص له وأتحمل من أجله. كل في موقعنا. أنا بقول لك السنين اللي فاتت دي حصلت معايا حاجات ما توقعتهاش، ما حصلتليش عبر حياتي كلها. وساعات ولادي يزعلوا، وساعات مش عارف ايه اتضايق ومش عارف ايه، وكلام بيتقال يعني. لكن ارجع اقول الاهلي يستحق ان نتحمل، الاهلي يستحق الا نتبرم. يعني انا ما بشتكيش، بالعكس. انت جيت المره اللي فاتت تقول لي عايزين نناقش ونقرا، قلت لك لا 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 لا، يا ريتها كلها تبقى حاجه تخصنا نقدر عليها نفوتها. اللي ما بنفوتوش يا جماعه الحاجات اللي تخص الاهلي دي، ما بنفوتهاش.
كلنا عايزين نرتبط بالاهلي، لان هو طالما انه بيمتعنا يبقى ليه علينا يعني جمايل عايزين نردها له. ولا بقول بيمتعنا ده نتيجه تظافر كل العناصر دي، محدش يجب على التاني، لا الاداره تقول لهم بنعمل لكم ولا الجماهير نقول لهم لولا احنا ما كنتوش الكلام ده. لولا الاداره والجماهير والاعلام والاعضاء لحمه ما يتحققش النجاح، ما يتحققش النجاح، منظومه متكامله. اه لكن اه يحصل شويه مناوشات، يحصل شويه مناوشات، بعضنا يفهم بعض الامور يعني كده ويزعل منها وتصوب وتصلح ونستحمل بعض. اه حق الاهلي علينا جميعا يا رب، كلنا ربنا يلهمنا ان احنا نبقى جمهور داحمه. وانا بقول جمهوره، انا واثق ان مجلس الاداره وكل من يرتبط بالنادي الاهلي من اول الكابتن الخطيب مرورا بالذي حالتنا وصولا الى الجماهير العظيمه اللي في بيوتها، هم دول جماهير النادي الاهلي. طيب الاهلي قبل ما يدخل مباراه الاسماعيلي لعب 11 مباراه في الدوري، فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراتين، سجل 24 هدف واستقبل 13 هدف، ده رقم كبير. عنده 21 نقطة وفي المركز ال 11، لكن له 6 مباريات مؤجلة، 6 مباريات مؤجلة علشان يوصل لل 17 مباراة. الست مباريات حصدهم 18 نقطة، لو الأهلي وفق في إنه يكسب الست مباريات المؤجلة يوصل ل 39 نقطة يتصدر بيها الدور الأول للدوري. الإسماعيلي لعب 19 مباراة، فاز في 4 فقط، تعادل 7 مرات وخسر 8 مباريات، سجل 18 هدف واستقبل 22 هدف، عنده 19 نقطة، حصاد لا يليق أكيد بالدراويش، لكن عروضه الأخيرة تحسنت مع المدير الفني الكابتن إيهاب جلال على أمل إنه يعيد للإسماعيلي صورته. أنت لو حللت ال 19 نقطة دي هتوصل للحقيقة، لأن برضو هتجد إن النص الأولاني يختلف خالص عن النص الثاني. طيب النص الثاني فيه ريحه الاسماعيلي. ايهاب جلال درب اكتر من فريق، مواجهاته مع الاهلي لعب ضد الاهلي 16 مباراه، فاز مره واحده بس على الاهلي وتعادل 3 مرات وخسر فريقه من الاهلي 12 مباراه. انت بتتكلم مش مع الاسماعيلي بقى، مع عده فرق دربها. يعني هو درب المصري ودرب الزمالك والمقاصة. ودرب بيراميدز ودرب المقاصه، وابتدى بالمقاصه. عنده عدد كبير من الفرق اللي دربها الكابتن إيهاب جلال. لا يلدغ الأهلي من هذا الجحر مرتين، شريطة التركيز الشديد، الدعم المباشر، والكل يكون على قلب رجل أهلاوي واحد، عشان الأربع مباريات في الدوري بروفة قوية جدا وجادة للي جاي، وده المهم إن شاء الله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، يا الهي انه لا يشبع. شوفوا قيمه الاهلي وقوته فعلا انه ما بيشبعش بطولات، وهو على منصه التتويج بيفكر في اللي جاي، لا يشبع فعلا. ويوم ما نبطل نشجع او يوم ما الاهلي يبطل يكسب بطولات هيفقد كتير من قيمته ومكوناته. يا استاذ ابراهيم، الاهلي يحاسب على اللي بيفقده مش اللي بيحققه. فبالتالي اعتقد التاهل للنهائي الافريقي بجداره واستحقاق وثلاثيه رائعه خلته يحقق حزمه من الارقام القياسيه في دوري ابطال افريقيا، وبيعزز صدارته مش بس الانديه القاره. الاهلي سجل ارقاما قياسيه ينافس بيها ريال مدريد، عادل رقمين مهمين جدا لريال مدريد. وصول الاهلي لل 17 نهائي في دوري الابطال رقم لم يحققه فريق الا ريال مدريد. تاهل الاهلي في 5 مرات متتاليه لنهائي دوري الابطال رقم لم يحققه ولم يسجله الا ريال مدريد. فانتم متخيلين انه على المستوى العالمي الاهلي فين بالظبط؟ نشوف هذا التقرير الصوتي عن الأهلي وحزمة الأرقام القياسية وهذا التأهل المستحق. طيب يعني هو بيلخص الحالة اللي فيها النادي الأهلي،
وفكره انه لا يشبع، انا قلت لك ان الاهلي من زمان احنا رحنا مجلس الشعب وفي الاخر قلت لهم انتوا واخدين بالكم انتوا بتناقشونا في ايه؟ مش اداره مال عام، انتوا بتناقشونا عشان احنا مش بنحتكر البطولات ونوعدكم هنحتكرها، قلت كده، قلت كده هناك في لجنه الشباب والرياضه. قلت له انا كسبان بطولات، ثلاث بطولات، انت بتقولي طلعت صفر ولعبت فاينال ايه؟ خدت اتنين افريقيا وخدت كاس مصر، وانتوا بتقولوا زيرو بطولات. يعني انت بتكلمني على ان انا ما احتكرت، وده اسوأ مواسمي. حط في المقابل بقى البطولات اللي انا فقدتها اتوزعت بين انديه. ما حدش بيقول لهم اداره ملعب، انا بس. ليه؟ بتحاسبوني على اللي بفقده كنادي اهلي. وهذا قدرنا، احنا نحاسب على هذا. وهو ده اللي مخلينا مصحصحين باستمرار. الاهلي فرحة هذا الشعب، واعتقد التهنئة دي كمان من حد من ذوي الهمم مهمة. مبروك للنادي الاهلي والاهلي فرقة جميلة. مبروك للنادي الاهلي والاهلي فرقة جميلة. والله انت اللي عايز 100 بوسه ويا رب الاهلي يكون بيقدم لك هذا القدر من السعاده اللي انت عايشها دلوقتي. الحقيقه يعني بصوا يا جماعه، جمهور الاهلي في المباراه الاخيره من مباراه مازيمبي دي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه قوي، لانه ما شاء الله فرجنا كده اللقطه بتاعت الجمهور في المدرجات، لانه اللقطه دي من زمان ما حدش شافها بالكثافة الكبيرة قوي للجمهور اللي مال الملعب. ده استاد القاهرة اللي بنتكلم عليه. يعني بصوا، وحتى الأطفال. هو أهم من إنه مال الملعب أستاذ إبراهيم اللون الأحمر. اللون الأحمر مع البهجة. يعني كل الناس رايحة لابسة فانيلة الأهلي. على فكرة اللحظة دي مع جمهور تاني ومع فرقة تانية كان ممكن تبقى مختلفة. عارفين اللقطة دي؟ ساعة لما مازيمبي سجل هدف. بصوا الوعي اللي عند جمهور الاهلي. شوف الطفل والهبه اللي جمهور الاهلي عملها. شوف الطفل بيطلع على اي ثقافه. يلا بصوا، يعني ما عند جمهور تاني او في عرف غير كده غير اهلاوي كان ممكن هتلاقي ناس بتزوم وناس بتكبر وناس بتخبط وناس بتكسر وغضب، لكن جمهور الاهلي حس ان لا، دي اللحظه اللي يتدخل هو بقى. هو ده بقى بيترجم اللي انا قصدي عليه بالظبط. كل جمهور ده نسي، نسي غضبه ونسي زعله ونسي خوفه. وافتكر لا، ده انا بشجع الاهلي، انا اللي هقومكم بقى، اللي يقدر يعملها انا اللي على فكره خالد الجوادي مترجم مستر مارسل كولر كتب حاجه عن اللحظه دي، قال اللي عمله جمهور الاهلي بعد هدف مازيمبي الملغي لغايه اخر الماتش هيتحط في اللحظات التاريخيه للنادي الاهلي. قالك مش ممكن الواحد يقدر يوصف العظمه دي. بركان وهدير تحرك الصخر. قال لك التحول في المباراه والفوز ده اولا وثانيا وثالثا السبب فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو جمهور الاهلي. قال لك انا كنت قاعد على الدكه بتنفض وبأشعر فعلا من عظمه هذا الجمهور. افتكرت لحظات كتير ليا وانا مشجع في الاستاد، نص ساعه خارقه من ذكريات عظيمه. لو معانا الجمهور ده على طول صعب جدا جدا حد يقدر يقف قصادنا. اعظم جمهور في الكون فعلا. بصوا يا جماعه الهتاف، بصوا الهبه، فريق كبير فريق عظيم. قولوا لي مين اللاعب اللي في الملعب مش هيحس بالهدير ده؟ مش هيحس بالوعي والحماسه والمسؤوليه دي والامل. هو معنى كده ايه؟ هو ما كانش لسه يعني عرف ان الهدف هيتلغي. ده معناه واثقين فيكم هتعوضوا، هتعوضوا. بفكان الماتش الاتحاد الليبي. ايوه. يعني مغلوب اتنين هناك والشوط الثاني 0-0. فتجيب ثلاث اجوال. وفي ماتش هنا في ارضنا بتاع فريق من مالي. ودخل فينا جون واصبح لازم نجيب ثلاث اجوال. نفس الصعوبه. ايوه. وحققناها. وابو تريكه نزل جاب جولين. يعني عايز اقول لك استاذ ابراهيم، هو ده
ده بيترجم العلاقه بين الاهلي وجماهيره والثقافه اللي بتربط الجميع، الخيط اللي كلنا بنحاول لاخر ثانيه، محدش بيرمي الفوطه. ايوه. الحقيقه يعني بصوا، الكوره للجمهور وبالجمهور. حاله السعاده والبهجه اللي اتخلقت للاهلي مع جمهور الاهلي نحتاجها دايما. نحتاج ان كره القدم فعلا ترجع تكون مصدر السعاده والبهجه. بس مش لكل الناس يا استاذ ابراهيم للاسف. لكل الجماهير، يعني كل الجماهير على قد على قد حجمها. انا بكلمك السعاده اللي حاسس بيها الاهلي دي ليكن يعني ممكن جماهير اخرى. مش جماهير يا استاذ ابراهيم، والله ما جماهير، يا ريتها جماهير. الجماهير مفهوم، كل جمهور عايز يفخر بفريقه. انما انا شفت كلام اتقال يعني للاسف الشديد من ناس كويره ونقاد ومش قادرين يخبوا زعلهم ومضايقتهم من 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 ال... كويس ان انت قلت كده، لانه الحقيقه يا جماعه الاهلي بيلعب باسم مصر وبيلعب باسمه هو كنادي مصري وخلفه هذه الجماهير الكبيره. لما الاقي لاعب سابق في النادي الاهلي زي رضا عبد العال، واحنا قليل جدا لما بنتعرض للكلام اللي بيقوله رضا عبد العال، رضا عبد العال او غيره من اللعيبه القدام لو بتتكلموا اراء فنيه انتوا ليكم مطلق الحريه فيها، ان انت تقدر تقول رايك الفني ان الاهلي فريق وحش، خلاص ده حقك. ودايما بقول للجمهور، هو انتوا ليه بتمتعضوا من الاراء؟ في اراء ليها قيمه وفي اراء ملهاش اي 60 لازمه. حط كل راي في المصف اللي يناسبك، لكن الراي الفني يؤخذ ويرد عليه. يعني ما تقتنعش وما تتضايقش ان حد يقول لك راي فني يضايقك، ما يضايقكش، ده رايه الفني. لكن اللي يضايق فين؟ التشكيك في شرعيه المكسب. هنا انت اتحولت من واحد بيقول راي لواحد بيوجه اتهام. لا، بشكل دائم بيوجه اتهام ويقلل من قيمه المكسب. ما انا بقول لكم، لو بيتكلم في النواحي الفنيه ممكن واحد او اتنين يصدقوه وكم مليون يرفضوه. رأيه الفني هو حر فيه، لكن الرأي لما يتعلق بالتحكيم وصحة هدف ولقطة كل الناس شايفاها وخبراء التحكيم أجمعوا عليها، يبقى بيتحول من صاحب رأي إلى موجه اتهام بشرعية الفوز أو بما يمس شرعية الفوز. مش بس كده، هفكرك بس أشوف أوريك رضا عبد العال مع محمد فاروق والاتنين لاعبين سابقين في الأهلي بيتناقشوا في المسألة ومش هنرد عليهم. ذوي الاختصاص اللي هيرد عليهم يا رب يتعلموا، بالذات الكابتن رضا، اصل التحكيم، لانه فعلا امر سيء جدا ومسيء قوي ان انت تتكلم في وقائع تحكيميه وانت كمان مش عارفها. نشوف رضا عبد العال مع محمد فاروق. مصري ابن مصري. مش مصري. لا لا، ومصري ابن مصري. واخد بالك؟ عايز الاهلي يكسب وعايز كل يا عم هات الجون ده والاهلي يكسب ثلاثة، هنطلع ونقول المزيكا والمدرسة فتحت والأداء ماشي، بس برضه كابتن خلاص يعني الكورة يعني لا، أنا بقول حق ربنا. أنا مش زيك أو مش زي أي حد. اسمع لا، اسمع كلام، اسمع كلام. حق ربنا طبعا. أنا شخصيا اسمع، هقول لك حاجة، أنت ما اتصلتش بيا وقلت لي الكورة مش جون؟ لا بس قلت لي الكورة جون؟ الكورة جون. أنا بقى بالليل طلعت لايف. اسمع بس، مش في خدعه سينمائيه؟ ما انا هقول لك، مش في خدعه. انا طلعت لايف، انا طلعت لايف وبيسالوني على اللايف، كابتن الكوره دي قلت لهم كوره جول لمازيمبي، بس الاهلي كسب ثلاثه. رجعت قعدت اتفرج عليها. لا اسمع بقى والله، لا عشان بس اعترف ما دام انا ما عنديش مشكله هرجع وابص واشوف واتاكد انا قلت الكلمه صح ولا غلط. لقيت ان الكوره لا لمست. كابتن انت شفتها لمست؟ شفتها تاني والله العظيم لمست، اقسم بالله كابتن. لا ما تحلفش، ما تحلفش. لا انا بقول لك في خدع. بص في خدع. مين مخرج؟ اسمع الكلام، وفي خدع سينمائيه وفي خدع كرويه هتتعمل في التو واللحظه. طبعا طبعا طبعا. اسمع بس، اسمع بس، ده في ثانيه بتبقى متحضر. اسمع الكلام كابتن، ما تخلينا بقى نتكلم بقى بما يرضي. الكره هي وراك اهي، عايز الكره وراك اهي، عشان يا جدع ما جاتش في ايده. بص لو جت في ايده انا هقول لك بقى التحليل. لو جت في ايده يا تنزل قدام رامي ربيعه يا تعدي الراجل. انت راجل لعيب كوره، لو هي قطشت مش لامسه 100% ما لمستش ايده. ما لفشتش ايده لان ما بص وهي ماشيه ما غيرتش اتجاهها. راحت من دماغ رامي ربيعه للراجل اللي هو سبعه. ما زلت مصمم ان الكوره جون؟ طبعا
انا غيرت رايي. وانت تخش معاه القبر بدليل ولا لعيب من النادي الاهلي احتاج؟ الجمهور قاعد يقول لك العب يا اهلي العب، عارف ان الجون ما فيهوش اي لغط وما فيهوش اي لوش. ممكن ما كانش في حد يا جدع، سيبك من الاونطه دي، ان الكره تبقى والنبي سيبك من الاونطه دي، وربنا وربنا انا هحلف بقى لو للاهلي وربنا جون ورب الكون اللي خلق الكون لو للنادي الاهلي جون، ولو هو كان لمس مش هتيجي الايد ومش هيجيب لك خالص. اقسم الكابتن رضا بالعظيم وربنا لو الاهلي، وربنا لو الاهلي جون. يا كابتن رضا ماشي، هنعتبر انك شفت كده، بس انت ما شفتش كده. ايه اللي مزعلك قوي ان الفار رجع وشاف الكوره وتأنى وحسبها؟ تقول لا ده المخرج، ابتديت تطعن في طاقم التصوير وطاقم التحليل وكل الناس اللي هي المصريين وفي زمامهم، عشان متضايق ان الكوره اتحسبت ما اتحسبتش جون. ليه؟ مهما كنت زعلان من النادي الاهلي، مهما كنت، في لحظات ما ينفعش نتجاوزها، ما ينفعش، لازم نتطرف قوي كده في اظهار كرهنا. وعلى فكره ما فيش مبرر حتى انك تكره النادي الاهلي، حتى لو حتى يا سيدي نعتبر انك انت زي ما قلت ما احترمش تاريخك، وانا مش فاهم ليه. هو احترام التاريخ ان يشغل الناس؟ لا، احترام التاريخ انك انت كلاعب كبير الناس كانت بتقدرك وبتشجعك وعاملتك بمنتهى الاحترام ومحدش كان عليك حق. فليه ليه 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 باستمرار عايز تصدر صورة الاهلي في اتجاه معين سلبي 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 سلبي؟ وخلاص الماتش خلص 3-0، مش هين عليك الناس تفرح؟ مش هين عليك ما تخدش هذا المكسب؟ مش هين عليك ما تشوشرش عليه؟ وضع يعني انا الحقيقه ما احبوش للعيب كبير زي كابتن رضا. يعني ناس، شوف يا باشمهندس، رقم واحد الاستاذ نشأت الديهي رئيس المحطه، ده واحد من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. هل اصبح التشكيك في بطولات الاهلي امر مستحب ومطلوب؟ هل اصبحت بطولات الاهلي والحق الشرعي فيها امر مستحب ومطلوب؟ في حرص دائم على التشكيك في بطولات الاهلي، في حرص دائم على مس شرعيه حقوق الاهلي، ده امر واضح جدا. انا بتكلم على انه لو الامر يتعلق باراء فنيه لو بلغت ادنى درجات السطحيه او فرق محليه، لكن تبقى حتى مع الاجنبي تبقى راي فني. الاهلي لعب وحش، الاهلي لعب كويس، الاهلي جاب جون، الاهلي ما جابش جون، لكن لما يصل للامر ان انا في مباراه خارجيه تقسم بالله العظيم، يعني ربنا قال لك ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، انت بتقسم بالله العظيم، ده المفترض ان انت خبير قوي. لا ده انت جاهل جدا باصول الشغلانه، جاهل جدا باصول الشغلانه، لانه الكلام على انه الحكم الخدع المصور عمل خدعه سينمائيه ودي خدعه تلفزيونيه وانه المصور اهلاوي، يتبين انه محمد نصر المتهم ما كانش هو مخرج المباراه، دي حاجه. طيب اصل الدليل بتاعك ان جمهور الاهلي قاعد يهتف العب يا اهلي العب يا اهلي، هو ده دوره الطبيعي؟ مش كل واحد في ال 70,000 مشجع اللي في المدرج هيقدر يشوف دقه اللقطه، والا يبقى ما منهاش لازمه غرفه الفار. غرفه الفار اللي كانت موجوده فيها ماريا دي من موريشيوس كثيرا ما اهدرت حقوق للنادي الاهلي، بطوله السوبر ماتش السوبر الافريقي الله، والتاني اللي موجود معاها الحلو ابراهيم ده راجل جزائري، يعني الطاقم ما هوش مصري، والمصور اللي متهم او المخرج التلفزيوني اللي انتوا بتجهلوا طبيعه عمله وعلاقته بالفار ما كانش محمد نصر، كان الزميل هشام عبد الودود، واتصل بهاني حتحوت عشان يتكلم من جهلكم يقول رايه. نشوف لقطة إلغاء الهدف اللي سجله مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي. تواصلنا مع مخرج المباراة اللي هو مش الأستاذ محمد نصر لكنه الأستاذ هشام عبد الودود، وتواصلنا أيضا مع حكام في تقنية الفيديو يديرون المباريات الدولية على مستوى الفيديو عشان نسألهم هي القصة قصة فار ولا قصة مخرج. ف
فكانت الإجابة هي نفس الكاميرات، لا يوجد أي نقاش بيني وبين حكام الفيديو بالأساس، بدأت المباراة باعتباره هدفا، بدأت الإعادات باعتباره هدفا، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو المخرج ما بيكونش ليه أي دور إلا أنه يبين النافذة على الشاشة. فاهم يعني إيه؟ يعني اللي بيستخدمه الناس جوه تقنية الفيديو أنا دوري الوحيد كمخرج إن أنا أجيبهولك على الشاشة بس، لكن هل أنا اللي بجيب لهم الإعادات؟ هل أنا اللي بقول لهم افتحوا دي؟ هل أنا اللي بقعد أعيد؟ لا، الإعدادات بقى داخل النافذة من اختصاصات تقنية الفيديو. يعني إيه؟ يعني من الآخر حكم الفيديو اللي هي كانت ماريا ريفيت ومعها الحلو إبراهيم هم اللي بيستخدموا الإعدادات السيتنجز، يعني لو أنت عايز باللغة التانية بالإنجليزي، اللي هم بيختاروا أنا عايز الإعادة دي أو أنا عايز الإعادة دي أو هات لي الإعادة دي أوضح أوريها للحكم اللي بيتفرج على الشاشة بره. قبل بداية المباراة، ده لو هترجع لورا خطوتين، نقوم وده على لسان مخرج المباراة بعمل اختبار على الكاميرات سويا، لكن في أثناء المباراة لا يوجد أي نقاش بيني وبين حكم الفيديو، وهذا ما أكده لنا أيضا حكم فيديو دولي مصري خلال الساعات الماضية. فالقصة الحقيقة مش قصة مخرج المباراة. يعني هل نقعد نأكد المؤكد ونوضح الواضح لمجرد ان في حد نفسه انا لسه في الانترو بقول لك ايه؟ يعني ناس عايشة بفلسفة لا هي كده الغي خلاص كده برتاح، انا كده انا متضايق بس انا لما اقول كده هرتاح، لانه بعد شوية بيصدق، بعد شوية اللي بيكابر ده بيصدق نفسه، بيصدق نفسه ان الكونفدرالية اقوى من دوري الابطال، بيصدق نفسه ان خدعة، بيصدق نفسه ان محمد ناصر اللي كان بيخرج، بيصدق، ما هو بيرتاح كده لانه متضايق ان جون اتلغى. بص يا جماعه، هي المشكله الكبيره بجد ان احنا نصل الى درجه التخلف ده. ده تخلف، تخلف رياضي. ليه؟ لانه الناس بتحلل وتعلق ومش عارفه تفاصيل الشغلانه بتمشي ازاي. انتوا متخيلين ان احنا بقالنا السنين دي كلها في غرفه الفار، والناس اللي بتتصدى للراي العام وبتكلم الجمهور هم نفسهم مش فاهمين اصلا هي تقنيه الفيديو دي شغاله ازاي؟ فيتهم مخرج المباراه. اي حد يعتقد انه مخرج المباراه للتلفزيون له علاقه بالفار ده جاهل، جاهل جهل حقيقي باصول الشغلانه. يا جماعه، الكاميرات اللي موجوده في الملعب، زي ما الاستاذ هشام عبد الودود اتصل بهنا حتحوت وقال له انا ماليش دور، غرفه الفار بتدخلها كل اللقطات اللي الكاميرات جايباها، اللي فيه نسخه منها رايحه لعربيه التلفزيون اللي المخرج بيختار منها لصوره التلفزيون اللي انتوا بتتفرجوا عليها. غرفه الفار جايه لها كل الرشز بتاع الكاميرات، مش اللي المخرج اداها لها. المخرج مالوش اي سلطه ولا اي دور في انتقاء صور بتدخل لغرفه الفار على الاطلاق. الحاجه الوحيده اللي المخرج بيعملها الحكم وهو بيعمل تشيك فار وهو واقف قدام المونيتور، وهو واقف قدام المونيتور الصور اللي جايه له دي جايه له من غرفه الفار. الراجل التقني في غرفه الفار ظبط له لقطه وقال له هي اتفرج عليها، فهو بيتفرج على اللقطه على المونيتور اللي انتوا لما بتبقوا شايفينه اللي بعتها له غرفه الفار، مش مخرج المباراه. مخرج المباراه كل شغلانته بيروح جايبه من الظهر كده عشان يفرجكم عليه وهو بيعمل تشيك فيديو فقط لا غير، لا بيتحكم في لقطه ولا خدعه سينمائيه ولا الكلام الهايف اللي انتوا بتسمعوه ولا ليه دور لا محمد نصر ولا عبد الودود في غرفه الفار على الاطلاق. انا بس عايز ايه، طبعا الكلام اللي انت قلته دي بديهيات والناس اكدتها 100 مره، لكن هناك اعتقاد انها لو لمست ايده عشان جت في دماغ اللعيب وهو ما يقصدش، في الكلام ده المدافع ضربه الجزاء تتحسب على المدافع لو كبرت جسمه، لكن لو المهاجم ايده جنب جسمه وكره جت فيه يتلغي الجون. المهاجم مش اي لمس بايده جون، دي واحده. الثانيه بقى وربنا اللي خلق الكون، الكرة غيرت اتجاهها من دماغ رامي، وربنا خلق الكون، لو لعبة لصالح الأهلي كان هيحسبها جون. طب أنت مش حلفت بربنا اللي خلق الكون؟ طيب
اللي قالت ان الكوره دي تتلغي لانها لمسه يد، ها، مسؤوله الفار اللي كانت في ماتش الاهلي بتاع الاتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه بتاع سوبر افريقي، واللي لغت جون لا يمكن الغائه لما الكره وقعت من ايد الجون وشط وكهربا زقها في الجون، وطلعوا لنا بقى اصل هو ضغط عليها على الارض واصل هي مش عارف ايه، وطلعوا لنا 100 تحليل مش موجودين. يعني وتغاضت عن ضربه جزاء، وتغاضت عن ضربه جزاء، وربنا اللي انت بتحلف بيه. لا، الاجوان الحقيقيه للنادي الاهلي نفس المسؤوله اللي لغت الجون ده هي المسؤوله اللي لغت جون الاهلي، وضاع علينا بطوله من البطولات اللي كانت الناس حاسباها لصالح النادي الاهلي. فيعني انت حلفت وانا جبت لك الرد، يبقى دلوقتي شوف بقى هتصوم هتوكل حد، ربنا هيغفر لك، لان ما حدش هينزل معاك القبر فعلا. والادعاء ما حدش هينزل معايا القبر، ادعاء ان انا كده بقول الحق، لكن الحقيقه وللحق احنا كنا ظالمين رضا عبد العال، وكنا فاكرينه ده رضا عبد العال المصري لاعب الاهلي، طلع خيري رمضان الراجل قال لنا الحقيقه. رضا عبد العال الكونغولي طلع بعد المباراه على القناه بتاعته وكان زعلان من الحكم وزعلان من الفار وبيتهم المخرج وبيقول معروف انتمائه. تعال شوف قال ايه وبعدين هقول. لكن الحكم مالوش ذنب، الحكم حسب جون، انما الفار انت اتدخلت، طب اعمل زوم على الكوره. انما اللي احنا شايفينه ان رامي ربيعه اخر واحد عملها بدماغه، وطبعا اختلقوا وراحوا ولا ومش لا وايه واتلغى الهدف. اعتقد الهدف ده لو دخل كان سبب ازمه كبيره للنادي الاهلي وما كانش هيجيب الثلاث اجوان اللي هو جابهم بعد كده. رضا الكونغولي بيكذب، لان لا لعيبه الاهلي اعترضوا ولا جمهور الاهلي اعترض ولا احنا بنتفرج اعترضنا. كابتن رضا عبد العال في هذا الفيديو وهو بيتكلم عن المخرج الذي ينقل المباراه وهو كان يقصد الاستاذ محمد نصر، وقال ما هو معروف انتمائه المخرج كمان الاستاذ هشام عوادود مش الاستاذ محمد نصر، هو كان بيتكلم على انه محمد نصر في الميغا برضه. اتنين، اللي مش فاهمه كابتن رضا عبد العال الكونغولي، الفار ليس للمخرج سيطره على الفار، التقنيه بتقول انك انت منعزل تماما وبتجيب اللقطات بتاعتك لانك واخد من كل الاتجاهات. الست شافتها هانز، الحكم حسبها جون، وفي القانون يا كابتن رضا يا كونغولي الحكم ما يروحش لو اوفسايد، الفار بيقول له اوفسايد تبقى اوفسايد لانه بيعمل خطوط اوتوماتيك. لما بيبقى فيه كارت احمر او ضربه جزاء او هدف الفار شايفه كده بيقول للحكم تعالى شوف بنفسك وقرر، نبقى رايين، احنا لينا راي مختلف عن رايك. يا كونغولي لو انت مصري هقول ماشي، ما الاهلي الترجي التونسي اللاعب دخل جاب الجون كده وما اتكلمناش اعترضنا وما استفدناش حاجه. لكن انت بتخاطب مين يا كابتن رضا؟ هو انت بتكره الاهلي الى هذا الحد؟ انت ثلاث ارباع البطولات اللي واخدها واخدها مع الاهلي، في ايه يا عمي؟ هي لا كراهيه لا ترند، مفيش حاجه ثالثه، لان ده مش نقد. خليك موضوعي، خليك مصري يا مصري. هو طبعا استاذ خيري يعني بيقول له خليك مصري، مش مطلوب انه يبقى لو في شيء واضح يخالف ضميره، بس مش مطلوب منه كمان ان يتحامل. هو ده اللي مزعلني، واحد بحجم الكابتن رضا عبد العال لا ينبغي انه الناس يشوفوا كده، لان هو له كان رصيد عالي جدا عند الناس، وكان كل الناس متتذكره، تذكره كلاعب كره له قيمته كمهاري وبتاع، لكن ما شافوش ان هو ويتعامل بالحب والكره بالمنظر ده. والاهلي في الاخر ما يستحقش انه كره بالطريقه دي، ما يستحقش الحقيقه. فاحنا بناخد الجزء اللي يخص الكلام، انت الحكمه دي سبقت ان اضاعت بطوله على الاهلي، هي ولما لغت الجون انت بتقول كانت هتصعب الامور. هرجعك تاني للماتش، عايز افتكر بس اسم الفريق المالي
اللي كان لازم نكسب 1-0، فلما دخل فينا جون اصبح لازم نكسب 3. الملعب المالي، الملعب المالي، فدخل فينا جون في ملعبنا نفس الموقف، مش متعادل كمان هناك، لا ده كنا خسرانين هناك 1-0، فلازم نجيب 3 جوان، مش نتعادل بقى ولا نكسب 2-1، لازم نكسب 3 او فرق جولين خلاص، لو كان تاني نكسب 4. فكسبنا 3 ماتش اتحاد ليبي، خسرين 2 هناك، والشوط الاولاني عدى ونص الشوط الثاني وكسبنا 3. الاهلي ما بيرميش الفوطه، فانت كمان ما يعني حتى لو كان ده ظنك ما تقسمش عليه. يعني في حاجات بتزعلك يا استاذ ابراهيم، مش انا هنا مش برد على واحد، انا بتكلم مع كابتن رضا عبد العال، لو اي حد تاني ما كانش الواحد هيتكلم ولا يرد. ما هو في ناس كتير عماله تتاجر بكراهيه الاهلي، مش انت يا كابتن. بعد الفاصل مش احنا كمان اللي هنرد على رضا عبد العال، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا قد ايه واحد زي رضا عبد العال يقسم بالله العظيم ان هي جون، وان هي ما لمستش ايد اللاعب الكونغولي، وانه لو كانت للاهلي اقسم بالله كانت هتتحسب هدف، وقسم. قلنا احنا مش هنرد، خير رمضان الراجل رد وكشف لنا على مين مصر ومين كونغولي. لكن خبراء التحكيم بقى، خبراء التحكيم اللي هم يقيموا الامر، كابتن جمال الغندور، هل هدف مازيمبي الكونغولي صحيح ولا هاندبول؟ لا راينا ولا راي الاخ رضا، راي كابتن جمال الغندور. اهم قرار في المباراه النهارده هو القرار بالغاء الهدف اللي سجله اللي تسجل في النادي الاهلي. طبعا بالتاكيد حكم الفار زي ما احنا شفنا كده في البدايه، حاجه غريبه جدا حصلت، انه اللاعب ايده لفوق يعني في وضع غير طبيعي. انا بس عايز افسر النقطه دي، انه الوضع الغير طبيعي ده لو الكره لمست ايده بتبقى مخالفه. ليه؟ لانه هو بيتقال كده غير طبيعي، معناه غير طبيعي معناه هو مش محتاج يرفع ايده بهذا الشكل وهو بس مثلا بيقفز عشان يلعب الكوره. لكن هو رفع ايده بهذا الشكل ممكن يكون بيقفل الزاويه عن المدافع اللي طالع يلعب معاه، بيحاول يعمل تمويه مثلا برفع الايد بالشكل ده. فهو طبعا الكره اصطدمت في ايده او لمست ايده، وده طبعا طبقا للقانون بتعتبر هنا لمسه يد وتعتبر مخالفه. وبالتالي لما حكم الفار استدعى الحكم وشاف اللقطه، المساله بقت سهله على الحكم. ليه؟ لان اليد هنا في وضع غير طبيعي، وبالتالي هنا فورا القرار بيتاخد باحتساب مخالفه. وبغض النظر عن هو اللي سجل ولا لا، لان في بعض الناس ممكن تقول ايه، لو حد سجل الهدف غير اللي جات في ايده الكوره، ده في حاله اصطدام الكره بيد المهاجم وبتكون في وضع طبيعي، ما بتكونش فيها لمسه يد، عشان نفرق بين الحالتين. لما بتكون اللاعب جات في ايده الكوره وهي في محيط جسم وسجل منها هدف، بيتلغي الهدف وهي مش متعمده. فما بالك بقى لما بيكون في وضع غير طبيعي، لما يكون في وضع غير طبيعي بتبقى هنا لمسه يد، سواء هو اللي سجل او فريقه اللي سجل. تمام. ودي تحسب تقريبا لحكمه الفار. طبعا. لانه حكم المباراه في الملعب حسب الهدف. هو ما لفتش نظره الموضوع دوت. عايز اقول فبالتالي هنا في اي هدف بيتسجل حتى لو كان سهل وتسجيله سهل بيتراجع. طيب. اظن جمال الغندور ده راجل حكم مونديالي، حكم في كاس العالم وبيحلل في بطولات كبيره جدا، لكن واضح ان خبره رضا عبد العال التحكيميه اعلى من جمال الغندور. بس في سطر واحد هو قال الايد مش طبيعيه، وحتى لو الايد طبيعيه هيتلغي. الفرق بالاثنين ايه؟ هنا هياخد انذار، هنا مش هياخد انذار. طيب ده راي كابتن جمال الغندور، راي كابتن جهاد جريشه ايه؟ نشوفه. اللقطه بقى في الدقيقه 48 كان في مطالبه لاعبي مازيمبي بركله الجزاء، رامي ربيعه وصل للكره ولعب الكره وطلع في المسافه دي والتحم بعد كده في لعبه واحده وان موفمنت، انا وصلت للكوره وطلعت بارتفاع بالمنظر ده، وصلت للكوره بعد كده لعبت الكوره وحصل التحام بلاي اون يستمر اللعب، قرار صحيح مفيش فيها خطا على لاعب الاهلي، وصل للكوره ولعب الكوره بعد كده حصل التحام
وبالتالي استمرار اللعب قرار صحيح والحكم خد القرار الصحيح، مفيش ركله جزاء على رامي ربيعه في اللقطه دي. بنتكلم بقى في الدقيقه الهدف اللي تم الغائه لمازيمبي واللمس اليد اللي موجوده، لاعب مازيمبي ايده بالمنظر ده ايده موجوده في وضع غير طبيعي. الكره مش شرط انها لما تبقى لمسه يد تغير اتجاهها، ممكن تمسح على الايد الكره، وفي لقطه تحكيميه جت زاويه الرؤيه واضحه جدا ان الكره لمست الايد. في لقطه ثانيه لقطه خادعه، الكره ما تعرفش جت في ايد ولا لا، لكن في لقطه واضحه تماما حكم المباراه شافها مع حكم الفار ان في لمسه يد موجوده، وبالتالي الغاء الهدف كان الغاء صحيح وقرار صحيح الغاء هدف مازيمبي، وده كان قرار اهم قرار في المباراه. هنتكلم بعد كده اللقطه اللاعب رقم 2 الضرب في الوكه دي اللي بختلف مع ماريا ريفيت فيها، لما اجي على وكه علي معلول واضربه بالوكه مهما كانت قوه الضربه نفسها والكره خارج اللعب كان لازم دي مش انذار، دي كارت احمر مباشر. حكم المباراه ادى انذار للاعب رقم 2 لكن اللعبه دي تستحق كارت احمر مباشر، كان لازم على او وجوبي على حكم الفار ماريا ريفيت ولحلب ابراهيم ان يستدعي الحكم يوري اللقطه ويرجع بكارت احمر مباشر للاعب مازيمبي، وده ما حصلش. هو اللاعب حكم اداله انذار والانذار طبعا كان قليل جدا على اللعبه وكان لازم يستحق كارت احمر. طيب اعتقدك باشمهندس كابتن جهاد جريشه اكد راي كابتن جمال الغندور، قرار حكمه الفيديو سليم 100% بالغاء الهدف لانه هاند بول صحيح وصريح. ده راي كابتن جمال الغندور. راي كابتن جهاد جريشه، نشوف راي الكابتن احمد الشناوي. ما دام هناك في تقنيه الفيديو لا عقد يعني احراز هدف، حكم المباراه لا يستطيع ان هو يستأنف اللعب الا بعد مراجعه حكم الفيديو اكد له صحه الهدف عشان يدي شرطه المباراه مره اخرى او ركله البدايه الثانيه. ايوه ايد، خلينا نقول حاجه، ايد اللاعب في الوضع ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ تبقى جت او ما جت؟ لا مش طبيعي، بس خلاص يبقى اذا النهارده لو جت فيها عقد. طيب الحاجه اللي اهم من كده، هتلاقي حكم الفار، بص حكم الملعب طلب من الفار الزوايا كلها، سواء الزاويه الجانبيه دي او اللي هي من الناحيه الثانيه او من خلف المرمى، جميع الاتجاهات. ليه؟ عشان يشوف ان الكره من جميع الاتجاهات فيها تلامس مع اليد. تمام، لان ممكن جدا تبقى زاويه خادعه يبين ان هي فيها تلامس، تيجي من زاويه ثانيه ما فيهاش تلامس. ايوه، فعشان كده حتى هو وقف قال له جيب لي الزاويه دي، جيب لي الزاويه دي، جيب لي الزاويه دي، وشفناها طبعا في الاعادات. طيب خلاص، مش يعني مساله واضحه الا اذا كان برضه هو مش معترف بكل خبراء التحكيم، ده موضوع تاني. هو يا جماعه القضيه على فكره ده مش لرضا عبد العال بس، ده لاي حد بيشكك في شرعيه مكسب الاهلي، واي حد ممكن يفتكر انه الاهلي اتحسبت له حاجه، لانه الاتحاد الافريقي نفسه في مصادر من لجنه الحكام، وده اتكتب في مواقع وفي صحف كتيره، انه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي شافت انه طاقم التحكيم ادار المباراه بكفاءه عاليه، واشادت بالتعاون ما بين حكمه الفار مع حكم الملعب في كشف هدف اللي من لمسه يد واضحه. فالمساله واضحه وصريحه جدا، بس بنشوف لكم الى اي حد بيصل التحامل بالاهلي او على الاهلي ومحاوله التشكيك في فوزه. لما اتقال على حكمه موريشيوس قال لك اقسم بالله لو كانت للنادي الاهلي كانت اتحسبت. طب ايه رايكم يوم 15/9/2023 كانت هذه الحكمه من موريشيوس في 15/9/23 بتحكم مباراه السوبر الافريقي؟ ماريا ريفيت حكمه السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، واهدرت حقوق صحيحه وصريحه، ضربه جزاء للاهلي لا تحتسب، وايضا هدف اتلغى. نفكركم وقتها كان رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف في حكمة موريشيوس نفسها وإهدار حق الأهلي في لقب. المباراة انتهت بفوز الفريق الجزائري بلقب على حساب الأهلي. نفكركم بيه. هو كان في حالة كانت في الدقيقة تقريبا 16. كهرباء استلم الكورة. وبعدين حاول ان هو يمر من وسط اثنين لعيبه من مدافعين بتوع اتحاد العاصمه. ايوه، نجح في ان هو يمر بالكوره، وبعد كده تم عرقلته. ركله جزاء سهله، الحكم ما حسبهاش، اللعب كان الكوره راحت رضا سليم حطها في حارس المرمى.
رقم واحد مين اللي مسيطر على الكرة؟ المهاجم. تمام. رقم اثنين مين اللي مر بالكرة؟ المهاجم. هل المدافعين نجحوا في انهم يوصلوا للكرة؟ لا. هل عندهم كان فرصة انهم يوصلوا للكرة؟ لا. حصل احتكاك ولا لا؟ تمام. الاحتكاك ده ادى للسقوط ولا لا؟ تمام. اللي انا بقوله ده حضرتك شفته بعينيك ولا لا؟ الصورة مزبوط. الصورة هي احنا بنفسر الصورة. ايوه. فتفسير الصورة ده دي مردود قانوني، المردود القانوني بيقول ايه؟ بيقول ان دي مخالفة بس. هو كابتن ياسر الظاهر كان عارف الموضوع ده هيعمل الجدل ده هيحصل بالطريقة دي مع نفس الحكمة بس فيما يدور النادي الأهلي، لكن هي لما تظلم الأهلي مقبول وتمام بما أنها أضاعت بطولة، ولم يعلق أحد على أن الأهلي له حق وأودر خصوصا الكابتن رضا. لكن هل كان بس الكابتن ياسر ولا كان الكابتن توفيق السيد كمان قال رأيه؟ خلينا نقف على اللعبة الأولى اللي هي أنا بشوف من وجهة نظري أنا الشخصية إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي سدد على المرمى، حارس المرمى الكرة سقطت من إيده، بيدور على الكرة بيدور على لاعب مين شمال بيلف بيحط إيده، لسه الراجل بفتح وسع الكرة حط رجله، في تنافس هنا، في تنافس ما بين اثنين لاعبين، واحد بيجري عايز يجيب جول واحد عايز يمسك الكرة. النهاردة أنا بشوف من وجهة نظري إن الهدف الذي أحرز هو هدف صحيح 100%، كان هدف كهرباء صحيح 100%. طبعا. انا مش شايف ان في استحواذ الحقيقه خالص من حارس المرمى، حارس المرمى لسه بيحط ايده، ده في تنافس على الكوره، الكوره سقطت من ايده في تنافس، يعني كهربا لم يعني كهربا ما يعني راجل مش مستحوذ على الكوره، فكهربا حط ايده حط رجله جوه ايده فخدت، لا ما فيش الكلام ده ما كانش موجود. انا كنت بتمنى ان حكم المباراه ينتظر ويرجع لتقنيه الفيديو من عدم. هنتكلم عن اللعبة الفنية الثانية اللي هي لعبة ركلة الجزاء النادي الأهلي. أنا بشوف إنها ركلة جزاء صحيحة 100% الحقيقة. فأعتقد إن ده خطأ جسيم، خطأ يؤثر على نتيجة المباراة ويؤثر على البطولة بالكامل. يعني أنا مش قادر أفهم، وكل مباراة يا كابتن رضا بيبقى فيه إهدار لحقوق النادي الأهلي وضربات جزاء مؤكدة كل الناس بتقول عليها ومؤثرة في ضياع بطولات وما بتعلقش. يعني بلاش يبقى مشاعرنا تسيطر على المنطق حتى، لان هذا مؤكد. وعلى فكره مش هو لوحده، احنا لو تمادينا ما احنا بنتكلم على الحاله يا جماعه دي مش على الشخص. لا احنا يعني لا، وفي الشخص قد لا يستحق كل هذا الوقت. لا في نفس الحاله، الحاله نفسها، لا نفس الحاله دي في حكام اخرين بس احنا عايزين زي ما بقول موف اون بقى نشوف حاجات تانية. طيب بطل المباراه الاخيره كان جمهور الاهلي، الحشد الكبير، الحماس الهادر، المساندة الواعية، التفويقة القوية، ثم ما شاء الله والحمد لله الاحتفالية الكبيرة بتأهل مستحق جدا. عشان كده يا جماعة الأهلي لما بيقدر جمهوره وبيكرم جمهوره عارف قيمة جمهوره. واعتقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص كل الحرص على جمهور النادي الاهلي وعلى اسعاد جمهور النادي الاهلي. على فكره كابتن الخطيب كانت بيطلبوا من اداره التسويق في النادي تطوير اللوحه اللي اعلى مدرج التتش في النادي واللي بتحمل صور كل اخواتنا واولادنا شهداء النادي الاهلي. صور اللي بتعلو المقصوره تم تطويرها بابراز احسن، ستبقى ذكراكم في قلوبنا او ستبقى ذكراكم في قلوبنا باقيه، ودي رساله لكل اللعيبه. صور بقى فوتوغرافيه، صور فوتوغرافيه، ونجد اسر الضحايا واسر الشهداء انه يجيب لهم صور حديثه علشان تكون دي الوقود الحقيقي للفريق، انك باستمرار كلاعب خليك عارف ان وراك جمهور دفع حياته ثمن إن الأهلي ينتصر ويتفوق ويكون دايما في الأمام. وفي ظهرك يعني. الحقيقة هذا الحرص على وضع صور الجمهور وتطوير هذه اللوحات، وكمان إنك أنت مش بس اللوحة ديت، النصب التذكاري تطويره، الصور اللي بره النادي، الصور اللي في أعلى المدرج، ثم طلب الكابتن خطيب من إدارة التسويق إنه حتى اللوحات الإعلانية المنتشرة حول الملعب كلها تحمل العبارات الدافعة للاعبين، أغاني الجمهور، أغاني الجمهور بتترجم إلى سلوجان دافع للعيبة.
على كل لوحه هتلاقي باستمرار احسن نادي في الكون، جمهور ده حماه، احسن نادي في الكون، اعظم جمهور، الاهلي في الامام، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع اولاده. هتلاقي باستمرار بطلب الكابتن الخطيب لاداره التسويق انه حتى اللوحات الاعلانيه في الفتره اللي جايه تحمل هذه العبارات علشان تفضل باستمرار رساله حيه وقويه وداعمه للاعيبه اللي في الملعب. اعرف في ظهرك مين، اعرف الجمهور ده اللي انت عليك مسؤوليه اسعاده، وانك دايما تشعره بالفرحه وتشعره بالاطمئنان على الاهلي. اعتقد تفعيل هذه العلاقه بين الاهلي وجمهوره مساله يا باشمهندس بتعكس هذا الدور الحقيقي. هو الجمهور. ده هو ده اللي انا بقول لك عليه التناغم. كل واحد حاسس بالتاني، هم دي عناصر المكونه للكيان، المسؤولين مع جماهيرهم، مع يعني طيب مش بس الكره الحقيقه يا جماعه، حتى في الكره الطايره، لانه الحقيقه ابطال الماسترز حصولهم على الاربع بطولات الكاملين السنه دي استحقوا معاه النهارده مجلس اداره النادي. ما شاء الله الاربع بطولات اللي اتحققوا السنه دي حرص مجلس الاداره على تكريم ابطال الماسترز، الفريق اللي جاب العلامه الكامله للاهلي السنه دي يستحق التحيه واكثر من التحيه الحقيقه. كابتن الخطيب وجه لهم التهنئه امبارح بعد فوزهم بكاس مصر البطوله الرابعه، علشان يكون ابطال الماسترز يا باشمهندس واخدين العلامه الكامله. هتقول لي اشمعنى فورا؟ كان ممكن ينتظر لما كل الفرق، لا هو عايز الناس تشعر بقيمه انجازها وهي لسه المساله فيها تفاعل وحيه. فريق بطوله الدوري، بطوله افريقيا، سوبر افريقيا، كاس مصر، كل التحديات اللي دخلها كسبها. من فريق بيسيبوا اهم عناصره لا يحقق شيء، انك انت بتبني فريق خلال سنتين في السنه الثانيه يعمل كده. ويتخلق لك نجوم جدد. زي عصران وعزب والحسيني وشاهين يعني. يعني يعني مجموعه انت انا تابعت وعرفت اسامي الناس دي. يعني كلهم ظهروا بمستوى غير مسبوق، والراجل المدرب ده الحقيقه واضح جدا تاثيره على الاداء المعنوي والفني. الفرقه دي بتحب بعضها ومتماسكه. انا شفت لقطه وحد بيكسب الـ اظن الحسيني راح ماشي بيكسب اللقب في البطوله الافريقيه، جري وشد احمد عزب اللي عمل بطوله استثنائيه وقال له التايتل ده من اجلك انت، تستحقه انت ايضا. عبد الله عبد السلام راح جايب حسام المعد اللي معاه وقال له تعالى شيل الكاس هو وعبه. نماذج كبير اهو، ده الحسيني وده طبعا يورجن اللي هو المحترف الليبرو ادى اداء، اهو ده عزب العلمين وسعودي وراه. والمجلس المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد شوقي والاستاذ محمد الغزاوي والاستاذ محمد الجرحي طبعا والاستاذ محمد الضماطي رئيس اللجنه المنظمه للبطوله اللي الاهلي فاز بيها دي في التكريم دلوقتي، والمهندس محمد سراج، كل اعضاء المجلس الحقيقه حريصين كانوا على ان هم صديقنا العزيز طارق انديل والدكتور شوقي والدكتور سعد شلبي الحقيقة كل النادي، لأنه لو سمح إن الجمهور ده كله يحضر عشان يكرم هؤلاء الأبطال أكيد جمهور دي لقطات بقالها ساعة بس. دي من لحظات. أكيد جمهور الأهلي مش هيبخل على لعيبته في كل البطولات إن شاء الله تعالى. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. أصبحوا على خير.